اعتبرها وثيقه مهمه، مش نعطيو عليها برشا تفاصيل لان الوثيقه تحكي وحدها. فيما يخص اغتيال الشهيد الحاج محمد البراهيم، هذه الوثيقه صادره عن وزاره الداخليه وتبين بالوضوح وبما ما يخليناش نشكوا في حتى لحظه لا في الاوثنتيسيتي نتاع الوثيقه هذيا ولا في المعلومات اللي فيها، ان وزاره الداخليه يوم 15 جويليه 2013 كان عندها علم بعمليه سوف تستهدف الشهيد الحاج محمد ابراهيم. الوثيقه هذيا صادره عن وزاره الداخليه، الاداره العامه للامن الوطني، الاداره العامه للمصالح المختصه، اداره الامن الخارجي، الاداره الفرعيه للتعاون الدولي. هذه الوثيقه صادره عن وزاره الداخليه، الاداره العامه للامن الوطني، الاداره العامه للمصالح المختصه، اداره الامن الخارجي، الاداره الفرعيه للتعاون، مكتب خا 5، ما يسمى عند الامنيين معروف بمكتب خا 5. تونس في 14 جويليا 2013 سري مطلق الموضوع بشان التعاون مع الجهاز المقابل، جهاز استخباراتي مقابل، ماناش باش نسميوه، ماناش باش نسميوه الشخص الاجنبي نزولا عند نصيحه المحامي. واحد، اتصلت اداره الامن الخارجي بمراسله من رئيس مكتب الجهاز المقابل اللي هو مش باش نسميوه بتونس وممثلها فلان الفلاني، تتضمن الافاده بتوفر معلومات لدى ذات الجهاز مفادها إمكانية استهداف عضو المجلس الوطني التأسيسي النائب محمد البراهمي الأمين العام السابق لحركة الشعب ومؤسس حركة التيار الشعبي من قبل عناصر سلفية دون إيضاحات أخرى. 2، تم إعلام الإدارة العامة للأمن العمومي والإدارتين المركزيتين لمكافحة الإرهاب والاستعلامات العامة بهذه المعطيات قصد إجراء ما يتعين في نطاق المشمولات للتفضل بالاطلاع، ويبقى الموضوع محل اهتمام ومتابعة. هذه الوثيقة صادرة عن المدير العام للمصالح المختصة. تاريخ 14 جويليا 2013. نجيو بجنب في نفس الوثيقة نلقاو ملاحظة وتعليمات المدير العام للأمن الوطني، كذلك هذه المعلومة اللي باش نقولها تحكي على روحها، موضوع بالخطورة هذيا اسمه شنية التعليمات اللي صدرت. يقول إعلام الإدارة العامة للأمن العمومي والمتابعة. اثر ذلك تصدر وثيقه ثانيه عن المدير العام للمصالح المختصه، بعد ما تلقى المدير العام للمصالح المختصه تعليمات من المدير العام الامن العمومي، يقول له الامن الوطني يقول له اعلام الاداره العامه للامن العمومي، المدير العام للمصالح المختصه يوجه رساله الى المدير العام الامن العمومي يقول له الموضوع بشأن إمكانية استهداف نائب المجلس الوطني التأسيسي، وبعد أتشرف بإعلامكم أنه توفرت في إطار التعاون مع الأطراف المقابلة مخابرات غنية معلومات مفادها إمكانية استهداف عضو المجلس الوطني التأسيسي النائب محمد إبراهيم الأمين العام السابق لحركة الشعب ومؤسس حركة التيار الشعبي من قبل عناصر سلفية دون إيضاحات أخرى، يرجى التفضل بإعطاء الإذن قصد إجراء ما يتعين في نطاق المشمولات وموافاتنا بما يرصد في الغرض. لم يرصد شيء واختيل الشهيد. هذه الوثيقة مانيش نعطي عليها حتى معلومة حتى ديتاي، نصيحة المحامي.
عامين، وانا على ذمه كما الاستاذ على ذمه قاضي التحقيق اللي مدوا بهذه الوثائق وبعض المعلومات الاخرى تخص هذه الوثائق. فقط هذه الوثيقه تحكي على روحها. الشهيد محمد ابراهيمي مستهدف بعلم وزاره الداخليه يوم 14 جويليه، يعني 11 يوم قبل استشهاده، بانه عرضة الى محاوله استهداف واغتيال. قوات الامن لم تحرك شيء. الشهيد محمد البراهمي ما كانتش عنده حتى معلومه، لانه انا والاستاذ السنوسي اخلاقيا وادبيا تحولنا الى ارمله الشهيد البارح في الليل، وريناها الوثيقه، علمناها بالموضوع، واكدت انه لم يقع الاتصال بالشهيد محمد البراهمي لا من قريب لا من بعيد، حتى من بوليس في مركز.